حاجه اخيره، كان الاهلي طلع خبر مهم جدا وقال انه بعت لاتحاد الكره وطلب من اتحاد الكره الاهتمام بمنظومه التحكيم خلال الفتره اللي جايه. امبارح اتحاد الكره رد ونشر بيان متعلق باجتماع مجلس اداره اتحاد الكره برئاسه الاستاذ جمال علام، واتقال فيه ان مجلس اداره الاتحاد استمع لعرض السيد فيتور بيريرا رئيس لجنه الحكام وتقريره عن الفتره الماضيه وخطه الاستعداد للموسم الجديد وما يشمله من تدريب للحكام سواء في الملعب او على تقنيه الحكم الفيديو المساعد. وسيقوم السيد بيريرا بعقد مؤتمر صحفي بعد نهايه الموسم لعرض كل هذه الامور على الراي العام. تحليلي من خلال هذا الخبر ان الاتحاد خرج من المسؤوليه وشايل المسؤوليه الرئيس اللجنه البرتغالي فيتور بيريرا. وانا بقول لاتحاد الكوره نفسي نشوف التقرير ده في ايه، او المؤتمر الصحفي بيريرا هيعرض ايه، لان الفتره اللي فاتت بيريرا لا كان ليه علاقه بالتعيينات ولا بيتدخل في قرارات ليها علاقه بايقاف اي حكم ولا ليها علاقه بملف التحكيم اطلاقا، جاي بيتفرج، جاي بيتفرج. وعلى هذا الاساس الاهلي شايف ان مفيش تطوير فطلب تطوير. رد الاتحاد ده انا شايفه 50% هروب من المسؤوليه، لكن ممكن يبقى 100% بناء على تصريحات فيتور بيريرا في المؤتمر الصحفي. هننتظر ونشوف بيريرا ايه اللي هيقوله في التصور اللي هيقدمه للموسم الجديد، رغم انه كان عامل مؤتمر صحفي ما قالش فيه جديد واتكلم عن احصائيات وارقام وعدد حكام، شايف ما كانش ليه علاقه خالص بالتطوير، واحنا مش شايفين اصلا تطوير ولا ده الهدف اللي الانديه عايزاه، لان السنه دي كانت فيه اخطاء تحكيميه، ولولا ان الاهلي مستواه الفني كبير قدر يكسب الدوري رغم الاخطاء اللي تعرض لها الاهلي في بعض المباريات. الخوف، كل الخوف من الموسم اللي جاي. فانا انتظر ونشوف ال 50% الباقيه بيريرا هيقول ايه عشان ندي تصور للموقف اللي هيحصل في الفتره اللي جايه بخصوص لجنه الحكام. وان كنت اتمنى ان اتحاد الكوره لو عايز يتحمل المسؤوليه يغير اعضاء اللجنه ويجيب وجوه جديده، ممكن ما يكونش كل الاعضاء لكن في ناس لازم تتغير، هم عارفينهم قبلينا، فاتمنى يكون فيها قرار خلال الساعات اللي جايه.